اهلا بحضراتكم مره تانية. رجعنا مره تانية نكثف كلامنا عن الاصابات بفيروس كورونا، وبقالنا يمكن كام يوم كده بنسمع عن ارقام اصابات كبيره جدا، وتحديدا في اوروبا. ايطاليا تحديدا هي كمان وصل عدد اصاباتها في اليوم الواحد اكتر من 170 الف اصابه. في كمان حالات وفاه كتيره جدا. هل الامور هتتصاعد اكتر من كده ولا لا؟ هل اللقاحات غير قادره على مواجهه متحور اوميكرون؟ ده اللي هنعرفه من الدكتور فؤاد عوده، رئيس الرابطه الطبيه الاوروبيه الشرق اوسطيه، اللي بينضم لنا عبر زوم من روما. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير. صباح الخير يا مصر. يا اهلا بسيادتك. ارتفاع مفاجئ في عدد الاصابات، يا ترى ايه السبب؟ نعم، تحليل الارقام من ناحيه طبيه متوقع الارتفاع هذا الارقام، لانه دخل فيروس أوميكرون وبنعرف أنه سريع بالانتشار، وهي الأرقام سجلناها كبيرة كتير بالنسبة للأرقام السنة اللي فاتت. لماذا؟ أولاً عندنا عدد كبير من المسحات، أزيد من 1,200,000 امبارح عملوا مسحات في إيطاليا. في السنة اللي فاتت كنا نوصل 450 ألف مسحة، لأنه اليوم تقريبا 50% من المسحات بيعملوها لأسباب عملية وليس لأسباب صحية وطبية ومتابعة الفيروس، لأنه في إيطاليا إجباري استعمال جواز المرور الأخضر مع التطعيم أو مع المسحة للدخول إلى المتاحف أو زيارة الأقارب أو استعمال المواصلات والذهاب إلى المستشفيات وفي كثير من الأماكن. عشان هيك هذا من طرف. من طرف ثاني، وإذا بنأخذ نسبة المصابين لنسبة التوفي، اليوم في تراجع كبير في إيطاليا وفي أوروبا، تقريبا أزيد من 10% تراجع في نسبة التوفي. ليش؟ لأنه السنة اللي فاتت كنا نتكلم عن 30,000 مصاب معه 800 شخص اللي توفوا. اليوم نتكلم عن 150 و200، والله يرحم الجميع، مع أزيد من 200,000 مصاب. ومن ناحية ثالثة، في ضغط أقل على غرف الإنعاش والمستشفيات نسبية للسنة اللي فاتت، و 85% الذين يدخلون إلى غرف الإنعاش هم غير متطعمين. عشان هيك اليوم موجودين في موجة الأوميكرون، في موجة السرعة للانتشار، في موجة الغير متطعمين. وعشان هيك لازم نستمر في هذا المجال. طيب، الوقاية من ناحية والتطعيم من ناحية طبعا تانية. احنا دايما بنقول الوقاية خير من العلاج، لكن احنا عارفين طبعا ان أوميكرون بينتشر بسرعة كبيرة جدا زي ما حضرتك قلت دلوقتي، لكن الحمد لله هو خطورته أقل، والدليل الكلام اللي حضرتك قلته عن ان تم او قلت نسبة الوفيات. عايزين نعرف من حضرتك، طيب سبب الانتشار السريع لأوميكرون في الفترة الحالية، هل هو انخفاض لدرجات الحرارة؟ هل هو وقت لتكاثر الفيروس ولا إيه بالضبط؟ عديد من الأسباب. أولاً إحنا بموجة زي ما تفضلت، في موجة الإنفلونزا، وفي كثير يعني من الناس المصابين في إنفلونزا وفي الكوفيد، بس لم يتم اكتشافهم في كل الدول. ليش لم يعملوا المسحات للجميع؟ زي ما احنا ملاحظين، كل ما يزداد عدد المسحات كل ما يزداد عدد المصابين، بس الكثير بدون اعراض. عشان هيك الاوميكرون من اول يوم لما ظهر في افريقيا، ثاني يوم صرحنا انه سريع بالانتشار، لانه في عنده طفرات اللي تجعله سريع بالانتشار، وسريع بالانتشار بين الشباب والاطفال. اليوم في أوروبا وفي كثير من الدول في مشكلة الطلاب والشباب والمدارس، عشان هيك أثبت أنه ينتشر كثير بين الشباب والأطفال، وهم وسيلة للعدوى للمسنين والأشخاص المتوسطين العمر،
بعكس الموجة الأولى والموجة الثانية، كانوا المصابين أزيد مسنين وأزيد متوسطين بالعمر، وعشان هيك كانت نسبة التوفي أزيد، لأنه كان في نفس الوقت نسبة التطعيم أقل. عشان هيك عديد من الأسباب تجعل اليوم إنه الفيروس تثبت إنه الفيروس لا يسبب أعراض خطيرة، لا يدخل إلى الرئتين، بيوصل ويبقى في الجهاز التنفس الأعلى ولا يدخل إلى الرئتين. وفي جدا. نفس الوقت لازم نستمر بالتطعيم، لأن التطعيم هو يقاوم المتحورات ويقاوم تكوين متحورات جديدة، لأنه إذا بنشوف آخر متحورين الأوميكرون والمتحور اللي ظهر في فرنسا أجوا من جنوب أفريقيا وأجوا من الكاميرون. طيب عظيم، عايزين نتكلم عن المتحور بتاع فرنسا، لكن في نقطة مهمة جدا حضرتك وضحتها، يمكن الناس كلها كانت مستغربة ليه الإصابات بترتفع بهذا الشكل في أوروبا، عشان قلنا أن أوميكرون سريع الانتشار من ناحية، وإحنا من ناحية تانية وسعنا قاعدة الفحص وعمل البي سي آر نتيجة طبعا إجراءات وتم تجديدها طبعا عليكم في إيطاليا لدخول بقى المصالح الحكومية والموظفين وما إلى ذلك، فزيادة نسبة الإصابات جت نتيجة أن إحنا زودنا مساحات البي سي آر وأن متحور أوميكرون أسرع انتشارا. لو هنتكلم عن المتحور بتاع اللي ظهر في فرنسا، هل في أي معلومات حتى الآن عنه؟ نعم، نفس التصريح اللي عملناه ثاني يوم لما ظهر أوميكرون، الفيروس بدأ يضعف، لابد إن احنا بدينا في بداية نهاية الأعراض الخطيرة للفيروس، وأوميكرون يثبت ذلك، والمتحورات الجديدة منها في فرنسا موجود في 46 طفرة، أوميكرون في عنده 53 طفرة. المتحور اللي أجا اللي ظهر أو اللي تم اكتشافه في معهد إي أكا أو، عشان هيك سموه في نفس اسم المعهد في فرنسا، أجا من الكاميرون، مصاب أجا من الكاميرون ولا يسبب أعراض خطيرة. بس نفس الشيء اللي صرحناه ثاني يوم لما ظهر أوميكرون، لازم نستنى من 15 ل 20 يوم عشان نشوف إحصائيات أكثر وقوة انتشاره وقوة هروبه من اللقاحات. وهنا صفة مهمة بالنسبة للمتحورات، لازم نشوف هاي الطفرات اللي موجودة في بروتين سبايك اللي هي مفتاح لدخول لخلايا جسم الإنسان، كم تجعل المتحور الجديد أو المتحور نفسه من الهروب من اللقاحات. وهذا حسب رأيي أوميكرون كان عنده وعنده حتى الآن قوة هروب من اللقاحات أزيد من المتحور دلتا. ده معناه يا دكتور فؤاد ان احنا نقدر نقول ان مش هنقدر نكتشف ايه الاضرار او التاثير السلبي لاوميكرون الا بعد فتره؟ يعني على سبيل المثال مثلا احنا كنا عارفين ان كورونا بيسبب اضرار كبيره جدا في الرئه والرئتين عامه، يعني بالنسبه لاوميكرون لسه ما اتضحش ايه التاثيرات اللي ممكن ياثرها على جسم الانسان بعد فتره طويله؟ لا، احنا صرحنا لما بدا الاوميكرون لازم نستنى، استنينا وتم اكتشاف اليوم، بنقدر نتكلم عن اشياء واضحه ومتاكده من ناحيه طبيه. الاعراض الاوميكرون تشبه كثير من اعراض مرض الانفلونزا، عشان هيك نقطه اولى. نقطه ثانيه، الاوميكرون لا يسبب فقدان حاسه الشم، لا يسبب فقدان حاسه التذوق، وهذول أعراض من الأعراض المهمة للكوفيد الأول الأصلي. واليوم تقريبا إحنا أمام فيروس تغير أزيد من 90% من الفيروس الأصلي اللي تم اكتشافه في الصين. أوميكرون لا يدخل إلى الرئة، لا يسبب أمراض مهمة في الرئة، يسبب أمراض في جهاز التنفس الأعلى، ودي حاجة مطمئنة بعض الشيء يا دكتور.
نعم، أنا دائما عادتي إني أقول الأشياء الطبية الصحية في مجال الإعلام. مهم إن نعطي ونوصل الصورة المطمئنة للشعوب، لأنه الأخبار اللي غير دقيقة أو المرعبة غير مفيدة، لأنه طيب بترعب حالة من الهلع على الفاضي. طيب إحنا دلوقتي موجودين أو عندنا دلوقتي في إيطاليا، اللي إحنا في الموجة كام، وإمتى بقى نبتدي نشوف عدد الإصابات بيقل في أوروبا بشكل عام؟ هسا كل موجة إحنا بنعرف ارتفاع بتوصل لنقطة إنه يبدأ الاستقرار، وبعدها تنزل المنحنى. إحنا اليوم بارتفاع، ارتفاع كل يومين تقريبا أو كل 3 أيام بتضاعف رقم الإحصائيات. عشان هيك في فترة قليلة في آخر 7 أيام ارتفع ب 157% عدد المصابين. في نصف أو نهاية شهر 1 سوف تبدأ نزول المنحنى بانخفاض، وإحنا موجودين في الموجة الرابعة، وفي كثير من الأشخاص بيعملوا الجرعة الثالثة. الجرعة الثالثة تم اكتشاف إنه تزيد المناعة بكثير ضد المتحورات، وخصوصا ضد متحور أوميكرون. وإحنا اليوم وإذا بدنا نقول بدنا بدينا نتعايش بكثير مع الفيروس، لأنه بدأ يشبه الإنفلونزا. بنتأمل أنه يصير فيروس كم الإنفلونزا، وكل سنة نكتشف المتحورات عشان نعمل تطعيم. بس الحل الوحيد، والدول الأوروبية وندائي إلهم وإلى منظمة الصحة العالمية، نكرر النداء بدون توزيع عادل في كل الدول العربية الأفريقية صحيح. الفقيرة اللقاحات، لم نستطيع ربح أو مقاومة الفيروس لأنه هينتشر. صحيح هينتشر لازم يكون في توزيع عادل للقاحات على كل دول العالم، بحيث أن كل المواطنين يحصلوا على جرعات من لقاح فيروس كورونا. بنشكرك شكرا جزيلا الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية. ألف شكر ليك يا فندم.